السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. يقال دائما أن مشكلتنا ليست مع الله، إنما مع الذين يدعون اسم الله أو يتحدثون باسم الله. في الحقيقة هذا القول يجب أن نناقشه جيدا، هو يقال كثيرا لكن قلما أجد أحدا يعرضه للنقاش ويحاول أن يفهم كيف نفرق بين ما هو لله وما هو لرجال الله أو خلق الله. الحقيقة المسألة لا تتعلق بمعرفة من هو الله وحقيقة الله ووجوده أو عدم وجوده ولا دلائل وجوده. ما هو موجود هو رجال الدين، هؤلاء المسؤولين عن إشاعة أو نشر دعوات الله وأفكار الله ومواعظه ونصائحه وقراراته وما يشاء. في الحقيقة نحن لا نعرف غير هؤلاء، أما الله فهو بالنتيجة النهائية هو الذي يقال لنا بأنه طيب ورحيم، وهو الأب، يعني ما يعادل الأب في الأسرة عندما نولد وننشأ ونكبر، فدائما هذا الأب بالنسبة أنه هو نموذج يعني نحتفي به ونعتبره يعني ننظر له كقدوة لنا، وبالتالي هذا هو الإله الذي بطريقة أو بأخرى الذي نعتبر أنفسنا تابعين له أو مطبقين لتعليماته. بالطبع هو الإنسان يحتاج، يعني دائما ماكو إنسان ما يحتاج أن يكون هنالك من يرشده ويساعده ويقوده في الطريق الصحيح، لكن هاي المسألة يجب أن لا تتحول إلى عملية ابتزاز كما يفعل رجال الدين. وهاي العملية طبعا وجدت أديان لإدارتها وأيضا استغلالها واستثمارها، فبالتالي يصبح الدين ورجال الدين هم الأناس المتخصصون في ابتزاز الناس. ابتزاز الناس معنى مو بالضرورة ابتزاز دائما يكون سلبي، في جانب إيجابي، لكن هو الجانب الأكبر هو ابتزاز الناس بجانب كأفراد، لكن هنالك الجانب الإيجابي أنه هذا الابتزاز يتم في أنه يوحد الناس فيما بينهم، والإنسان يعني يصير نوع من الإيثار أنه يضحي بعض الجانب من رغباته وحاجاته في سبيل الجماعة، وإلا ما راح تتشكل الجماعة البشرية. القول بأن بالتالي أنه القول بأنه أننا نؤمن بالله وأن الله هو يختلف عن رجال الدين أو رجال الله أو وكلاء الله، هذا قول غير صحيح، لأن الله لا نعرفه نحن إلا عن طريق هؤلاء. نحن ولدنا وجدناهم موجودون حولنا ويبثون هذا النفحات الإلهية الخاصة به، ولكن ماذا يفعلون للناس الذين ليس لهم معرفة عميقة بالدين ولا تفاصيله؟ هؤلاء يولدون ويعيشون، لكن هؤلاء بالحقيقة لا يؤمنون بالله الذي يجري العمل باسمه فعلا، إنهم يؤمنون بالله الذي يسمعونه من كلام السطحي الذي يقوله رجال الدين على المنابر وفي مواقع التواصل أو في أي مكان عام وأي مكان خاص أيضا. هؤلاء يقدمون الدين بالصورة والله نفسه بالصورة لطيفة ظريفة يعني خفيفة على القلب، بحيث تقنع العبد المؤمن بأن لا يتمرد أو لا يكفر، فيقول له أنت لماذا تكفر؟ الله هو رحيم وطيب وكريم ورازق ويعطيه الصفات الممتازة جدا. بعد ذلك إذا هو قال قاسي فهو مثل الأب، يعني قاسي لأنه لابد أن تطيعه والطاعة ضرورية، فاللي يقدم لك الجانب اللطيف لهذا الإله فماذا يحصل؟ أنت تعرف أنه هناك جانب خشن وعنيف في هذا الإله وفي الدين عموما ومكلف، يعني أنت فرائض حولك إلى أماكن تؤدي الفرائض فقط هو الهدف، شنو يدمر شخصيتك هو الهدف. فأنت تعتقد أنه هذا الكلام الرحيم اللطيف بعد ذلك تشكل بداخلك صورة عن الله، صورة ممتازة مثالية بيرفكت،
لكن هي مو ليس هو الإله الحقيقي، هو هذا الصورة التي زرعها في داخلك رجال الدين. فأنت بعد ذلك تأتي، عندما تأتي تتحدث معهم تطالبهم بهذا الصورة، عندما تحتد الأمور تطالبهم بهذا الصورة. لكن من يفعل هذا السؤال، ومن يفعل هذا الشيء؟ لا أحد تقريبا، إلا قلة نادرة من هؤلاء الذين يدركون بأن البون شاسع بين الله الذي تعلموه من رجال الدين وبين الله الحقيقي، أو الوصايا التي حمل الله، طبعا حملت على أكتاف الله، لأنه تعرف الدين وبأكمل عبارة عن جهد بشري من رجال الدين أسسوا هذا الدين، لكن برروا بشرعية بأن هنالك إله هو أرسل هذه التعليمات ونحن غير مسؤولين عنها، احنا بس مشرفين على الموضوع. وهي هاي اللعبة الكبيرة. لكن اللعبة الأخرى المقابلة، يعني أكبر شيطان بالحقيقة هو رجل الدين، يعني شيطان لا يمكن، حتى الشيطان أعتقد لا يستطيع أن يكون أكثر مهارة ودربة وخبثا منهم، يعني ما عندهم أي شيء له علاقة بالرحمة. هم حتى شكلهم الخارجي شكل مزيف، ومع احترام رجال الطين الدين الطيبين، هم رجال الطين طبعا لأنهم من الطين من الأرض طالعين فعلا، يعني هم من الأرض رجال الطين، فهؤلاء هم اللي يعني يعرفون الجنس البشري، وهذا الذي هم صنعوه من الطين وخلقوه وبنوا قصص وكل شيء. الخلاصة اللي أقولها أنه الدين، أن الله ليس هو الذي أرسل الدين، إنما الدين هو الذي أرسل إلينا الله، ونحن صدقنا بهذا الإله وقدم لنا صورتين لهذا الدين، الصورة الخفية لهذا الإله واللي هي صورة عنيفة ومتطلبة وقاسية وتطالب الناس بالمزيد من التنازلات والاستغناء عن الذات في سبيل الجماعة، والتي هي الدين نفسه يعني، والله هو رمز الجماعة. فبالتالي أنت تصير بين اثنين، فتظن دائما بأن أنهم لا يمثلون الإله الحقيقي، يعني تقول لا 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 تجار دين. هذا يحيلنا بشكل موازي لكثير من القضايا الأخرى، فلك مثلا هذا لا يمثل الدين، وإيش ماذا يقصد؟ هو يقصد بأن هذا الدين اللي سمعه على المنابر، الدين الدعائي اللطيف، هو بالضبط مثل الدولة. الدولة دائما تقدم لك صورة بأنه هي دولة رحيمة طيبة لطيفة، ولكن هي في لحظة تسوي أدامات وتدب ناس بالسجون 50-40 سنة، ودولة عنيفة جدا تقمع الناس تصوتهم، يعني هو الدين هو صوت أيضا، هو الدين هو النموذج، الدولة بمفهوم الدولة القديم هو الدين نفسه، وليس هنالك دين ودولة، هو لو دين لو دولة، ماكو حالة ثالثة. الدين هو القديم، الحالة القديمة، والدولة الحالة الحديثة، هو دين الآن ما عندنا، مستحيل واحد يسوي دين، لا يمكن. بدليل ما ظهر أي دين لحد الآن. على كل حال دين مهم يعني. على كل حال الفكرة بالتوازي مع هذا الموضوع، أن الدين هو الذي خلق الإله ووفر حاجات هذا الإله و قدم صورتين مختلفتين لهذا الإله. عندما وهي هنا اللعبة، إنه عندما تهاجم الدين رجال الدين يقول لك لا هذا لا يمثل الإله، بس هي يعني توازن صعب. وبالتوازن مع هذا هي فكرة الدين الصحيح، فالناس دائما الطالب بالدين الصحيح تقول هنالك دين صحيح يا عالم، أين هذا الدين الصحيح؟ دائما لا يجدون هذا الدين صحيح. لماذا؟ لأنه مثالي، لأنه هو هذا اللي يقول يتحدثون به، هو هذا الدين الصحيح، هو معد للتسويق لجذب الأتباع ولإثارة أحلامهم، وهؤلاء فيرحون يصدقون بهذه القضية ويرون الثغرات والأشياء المرعبة داخل هذا الدين، لكنهم يتغافلون عنها، لأن تبقى هذا بداخلهم هاي الصورة اللطيفة للدين، العصر الذهبي، العودة إلى الأصول، فهذه كلها تظل موجودة داخل الإنسان المسكين، الفرد الذي ولد وجد نفسه في مستنقع الدين ومستنقع رجال الدين، وأتوا ويعني
عبأوا دماغه بالطريقة التي يشاءون وجعلوه كائنا منشطرا مزدوجا لا يعرف أين الحقيقة. فبالنهاية هو ما عنده غير هؤلاء، لأن هم يقول لك إحنا نعرف، أنت ما تعرف. وحتى عندما تعترض على واحد منهم تروح على الثاني، وهو يعني عملية مركبة ومعقدة جدا. في النهاية أنت الضحية الكبيرة لهذه الخرافة التي تسمى دين. وفي الحقيقة هي المسألة بأكملها لا أكثر، وأنه أنت تكون هنالك مسؤولية لها علاقة بالعلم، يتولى عملية التوجيه والإرشاد والتعليم والتربية، يوصلك إلى سن مناسب يعني بحيث تكون أنت إنسان ناضج وواعي، وينتهي الأمر. هذا الدور الوصاية ينتهي نهائيا، ولكن هذا سابقا ما موجود. الدين وصايته على الناس لا تنتهي إلى اللحظة الأخيرة، والسبب معروف، لأنه كان ظروف الإنسان ذاك في المجتمعات القديمة مختلفة عن ظروفنا حاليا. الآن ممكن أكو دولة، أكو قانون نظامي يحفظ حقوقك من تروح لمكان خارجي من خارج منطقتك مثلا أو مدينتك، ما ناس تطفر عليك يعني يسلبوك وينهبوك ويقتلوك كما يحدث في العالم القديم. العالم القديم ماذا؟ عبارة عن مدن متحاربة فيما بينها. هذا العالم حتى القرن التاسع عشر ببلدان العربية الإسلامية لحد الآن كثير منها ما زالت هكذا. هاي كل مدينة لها حصونها ولا حماياتها ولا قلعتها، والصراع الحروب المستمرة بين المدن وقلاع المدن، ولحد الآن قلاع موجودة في كثير من مدن العالم. شكرا جزيلا وأسف الأطالة، مع السلامة.